المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بنرحب بيك. اهلا اهلا، صباح الخير يا باشمهندس. ازاي حضرتك؟ صباح الخير. صباح الخير، طمنا يا فندم، عايزين نطمن بقى من حضرتك. والله هو الحادث، انا كنت رجيت القاهره عشان عندي اجتماع النهارده بدري، بس عرفت الساعه 2 وشويه بان في قطار، في حادثه قطار. فالحقيقه كل اجهزه الامن هناك اتحركت، عندنا مدير، من اول مدير الامن والمرور والسكرتير العام كل موجود كان هناك، وانا كنت على تواصل معاهم. فكان في يعني كان التقرير المبدئي ان في حوالي 52 واحد مصاب، وبعد كده قالوا كان طلع بقى كان راحوا حوالي 42 واحد لمستشفى ناصر، وراح 21 مستشفى العام. مجموعه من اللي راحت مستشفى ناصر دول كانوا مش يعني ما عندهمش اصابه، بس ناس بتثبت انها اتاخرت او كده. واحنا اتحركت بقى، نقلنا بقيه الناس اللي هي اللي كانوا موجودين كجمهور الى وجهتهم في القاهره او كده، بحيث انه يكونش يعني نوصلهم للاماكن اللي كانوا واصلين لها. والامر دلوقتي بلغوني، كنت احنا بقى في اتصالات طبعا مع مدير وكيل وزاره الصحه ومدير مستشفى العام وناصر. هو الوضع العام دلوقتي كل اللي باقي 8 في المستشفى العام و16 في ناصر اصابات. على الصبح هيخرج الجميع في ما عدا هيبقى في 2 أو 3 دول حالات عظام وهتتابع مع قسم العظام، وفي واحد في مستشفى الرمد، وفي تحفظ على السائق اللي هو موجود في مستشفى ناصر، والمساعد موجود في المستشفى العام. سيادة المحافظ، طب ايه اجراءات المحافظه الفتره اللي جايه يعني عشان يعني منعا لتكرار هذه الحوادث؟ يعني مثلا المحافظه هتعمل تقرير مثلا معين مثلا بالقطارات مثلا اللي هي غير صالحه للعمل ورفعها علشان خاطر يتم التعامل معاها، يعني ايه الاجراءات اللي هتتخذوها بقى الفتره اللي جايه؟ هو معالي وزير النقل دلوقتي وصل يعني على وصول بني سويف، وهيتجه لان هي طبعا في لجنه فنيه هتشكل وفي النيابه هتحقق الموضوع. الاجراءات انها طبعا دي بتاع يعني مع يعني وزير، السيد وزير النقل، معالي وزير النقل، يعني هم اللي هيشوفوا بقى الاجراءات. اعتقد هنا يعني لكن المستهانات يا سياده المحافظ داخل المحافظه سليمه، الاشارات التحويلات شغاله، يعني كل ده تمام الحمد لله. لا، هو في المزلقانات، بالنسبه انا في مزلقانات الكترونيه وفي وشغاله، وفي مزلقانات يعني ما محتاجه لسه محتاجه بس طيب. احنا معظم اللي عندنا، معظم اللي في بني سويف الكترونيه، بس عملنا ده خبر حلو. طيب الناس يعني اللي موجوده يا فندم دلوقتي اللي هم خرجوا من القطر دلوقتي، انتوا بتوفروا لهم بدائل حتى لو مواصلات اتوبيسات؟ لا، احنا وفرنا لهم الساعه 3 الصبح يعني خلاص، ما فيش اي حد من اللي كان موجود في القطر؟ لا 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 لا، هو لان كان في عدد كبير في القطر، وكنا حريصين ان احنا نقدر يعني انهم يوصلوا لاماكنهم، وبعدين الجهات تقدر تتعامل مع. احنا شايفين اهو سياده المحافظ الاوناش اهي بترفع كل الاشغالات اللي كانت موجوده في الطريق والمخلفات من حادث القطار. والحقيقه يعني احنا مش بنجامل حضرتك، احنا فعلا لقينا من المواطنين اشاده بالتحرك السريع اللي تم مع حادث هذا القطار. يعني احنا يعني كان كل الاجهزه يعني اللي معانا في، انا كنت معاهم اذا غرفه عمليات هنا على التليفون من الصبح من ساعه وقوع الحادث يعني. لان احنا بنتبادل على طول اي حاجه على مدار المحافظه، بيبقى في تواصل مستمر. تمام. وكان كل الناس اتحركت، وكان اول حاجه اللي هي طبعا نقل المصابين. كان في حوالي 48 عربيه اسعاف نقلت كل الناس فورا لكل المستشفيات. طب معلش يا سياده المحافظ، احنا معانا دلوقتي رمضان السيد بعت رساله بيقول صباح السعاده عليكم، على فكره انا من بني سويف. بني سويف بيقول انها محافظه فقيره في مصر، وبيقول ان احنا محتاجين، يا ريت تقولوا سياده المحافظ ان احنا عندنا عايزين اولويه للخدمات الاساسيه. مش بيتكلم على الحادثه، لكن هو بيقول انه بني سويف فيها ازمه صرف صحي وعندهم مشكله
في ميه النيل لان هم بيشربوا ميه النيل بشكل مباشر، فدي فرصه معلش هنستغلها مع حضرتك بقى ونسالك على موضوع الميه. احنا في اجتماع ان شاء الله يعني بعد مده قصيره مع معالي رئيس الوزراء، وكان في اجتماع امبارح مع كل القيادات بتاع وزارات، وكان معانا اعضاء مجلس النواب. تمام. واحنا في حاجات مطلوبه عاجله، لان فعلا في خدمات ناقصه كتيره في بني سويف، ومحتاجه خطط عاجله. انا معايا يعني موجوده الحاجات اللي دي ميه الشرب يا سياده المحافظ، يعني هو بيقول ان احنا بنشرب من نيل على طول. لا، في حاجات عاجله هتحل مشكله ميه الشرب. في طيب حاجات. دي بشره خير بقى، وهو بالبشر يعني ان شاء الله ان شاء الله معالي رئيس الوزراء، لان هي محتاجه اعتمادات، واحنا بنراعي برضو انها بتكون هتحل مشكله كبيره. يعني احنا حاطين ايدنا على العيوب، وعارفين ان هي في حاجات يعني في شبكات مثلا بقالها 30 سنه واكثر فيها مشكله. احنا عندنا محطات وشبكات، فان شاء الله دي الصرف الصحي برضو احنا في خطه علشان يعني احنا ان شاء الله في غضون ايام يعني اقل من شهر احنا ضاغطين ان احنا نفتح 3 مشاريع هيخدموا قرى كتير يعني، وبعد 3 اشهر هنفتح 3 مشاريع. تمام. وهنعمل حلول دلوقتي غير تقليديه ان شاء الله بمساعدات مجتمع المدني، علشان احنا بنعمل التجربه دي هتحل مشكله كبيره لعزب اللي هي القرى اللي هي بيتكلم عليها سياده الرئيس اللي هي القرى الاكثر فقرا. احنا عموما بنشكر حضرتك جدا سياده المحافظ، واحنا الحقيقه لما جت لنا الرساله حبينا نستغل بقى ايه الفرصه حلوه قوي ونسال سياده